الزمان. صبيحة 21 من آذار الموافق لعيدي نوروز والأم، أراد المصليون الاحتفال ونسيان أو تناسي بعض المآسي التي مرت جراء سيطرة داعش الإرهابي على المدينة والعمليات العسكرية التي جاءت لاحقاً للقضاء عليه. المكان، المدينة السياحية الواقعة في منطقة الغابات حيث اتجه المحتفلون، لم يكن أمامهم للعبور من ضفة إلى أخرى إلا ركوب العبارة في رحلة بدأت بضحكة الأطفال وابتسامة الأمهات وأناقة الرجال، لم تنتهي حتى اللحظة. المسؤولون عن صعود الناس حملوا الضحايا في العبارة المتهالكة أساساً بكميات تفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف، ووسط حالة التزاحم بين الضحايا انعدم توزيع الأوزان بالشكل الصحيح، انقلبت العبارة رأساً على عقب. ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانها لم يسعف الكثير من الذين غرقوا، خاصة من النساء والأطفال الذين لا يجيدون السباحة، وحتى من أجاد السباحة من الرجال فقد واجه صعوبة كبرى في تحدي سيل الماء الجارف. قوات الدفاع المدني، الشرطة النهرية لم تكن في مكان الحادث الأليم إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة حقيقة، على الرغم من تحذيرات كانت قد أطلقتها وزارة الموارد المائية بخصوص وضع نهر دجلة. عدد الراكبين على العبارة رقم مبهم حتى اللحظة، فجشع القائمين عليها غض نظرهم عن العد، إلا أن الجهة الرسمية أشارت إلى إنقاذ 55 شخصاً وغرق ما يقارب 100 شهيد. التقارير رجحت وجود عشرات المفقودين الذين لم تنتهي رحلتهم في عبارة الموت إلى الآن، إلا أن الجثامين لم تتوقف عن الظهور على سطح الماء لتعانق ضفاف دجلة هنا أو حتى هناك. ممتنة.